كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في حلقة جديدة مع واجه الصحافة على الهواء على شاشة راديو وتلفزيون العرب. في الحلقات السابقة كنا نلهث وراء الأحداث، نتابعها ونحللها وندير نقاشا حولها. في هذه الحلقة سوف نقفز أمام الأحداث لنجيب على بعض الأسئلة التي تدور في الأذهان. راح نسمع رأي الأستاذ أبو العلا في هذه النقطة المعقدة التي تقول أنها هي المشكلة الأساسية بيننا وبين تيار الإسلام السياسي المعتاد. المعلومة مصدرها السادات، ادي فكره. كويس ان سعادتك بتقول لنا على كلام جديد، وكان في نقطه انت قلتها بتدعم كلامك، انه في قضيه الدبابات اللي جاءت من الدبابات الحديثه T-62. لما انت كان لك راي انه يخصص لها فرقه مستقله، وكان الفريق صادق شايف انها يتم توزيعها. خلينا نتكلم عن اهم الوقائع اللي انت قلتها في الكتاب. في وقعتين مهمين جدا انت بتكشف عنهم لاول مره، وما اعرفش اذا كانوا الوقعتين دول متداولين في اوساط الاصوليين ولا لا. هل ستتوقف الولايات المتحده عند افغانستان؟ لقد اعتدنا عقب كل حدث ضخم يهز المنطقه ان تنشط عمليه السلام، فما هي الصيغه التي يعدونها ويجهزون لها الان؟ الأستاذ مكرم بيتكلم كمان في نقطة مهمة جدا، وهي قضية التوقيت، لكن مسألة الذكاء السياسي والمطورة السياسية. نتلحف الحزن ونتوسد الصبر ونلقاكم بعد الفاصل.